عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم وسام جيمز حبايبي، ومثل ما عودتكم دائما أكون ياكم بث مباشر أو عن الألعاب الجديدة للبلاي ستيشن. تحياتي لكل الحبايب وكل المشاهدين ومتابعيني المشتركين والغير مشتركين واللي راح يجون جدد واللي راحوا، تحياتي لكم. اليوم وياكم حبايبي تطوير جديد للبلاي ستيشن، ممكن هواي ناس ما تعرف بهذا الشيء، هو وياكم أخوكم الصغنن، هذا ابني الصغير، هو الـ SSD اللي جبته للبلاي ستيشن. طبعا في شيء خرافي سريع جدا بفوق ال 540، مثل ما تشوفون انا صورت لكم طبعا الفيديو، وعدة يوم سويتها تيست على مود تشوفون شنو السرعة اللي هي. طبعا اهم شيء هو يفيد بالالعاب اللي ضخمة وجرافيك مالتها مو قوي، يساعدك انه الجرافيك البيوت الاشياء كلها ترسبن. طبعا فادني هواي ببجي اول ما انزل من الباراشوت، ناس هواي يكون بعد ما مرسبن عندها السلاح بالارض، اني يكون اني بالجو اكون شايف كل الاسلحه اللي هي موجوده باللعبه والوين مرسبنه وشنو مرسبن باللعبه. فالسرعه هنا راح تشوفوه السرعه خياليه ان بلاي ستيشن، لان مثل ما تعرفون الفرق بين الاتش اتش دي والاس اس دي هو فرق شاسع، لان الاس اس دي هو 540 ميجا بايت بالثانيه ترانسفير معلومات للبلاي ستيشن، والاتش اتش دي هو من 50 الى 150، يعني حتى مو نصه، يعني 500 جاب ال 540 الى 50. يعني هاي المشكله اللي تصير عند هواي ناس ما يعرفون شنو السبب، ليش هيك اللعبه، ليش هيك. طبعا شغله بسيطه، انت اول ما تشتري هو يا تعال تشوفوه هذا صغير دبيت كل فلوسي على هذا، قدو تبعه على ابوك يا بعشرتك زين، يعني شوفوه هالقدو صغير بس كل البلاوي بيغسل مواعين ينظف. اليوم شو ما كاوي التيشيرت مالتي ها عذبك بالزباله، لا كذب. المهم اللي شوفوه هو صغير، يجي وياه طبعا كيبلات اثنين، هو كيبل يو اس بي 3.0، ويجي الجهه الثانيه يو اس بي سي. طبعا احنا هذا الكيبل اللي نستخدمه للبلاي ستيشن، لان حتروح يو اس بي 3.0 يعني اسرع شيء. ويجيكم الكيبل الثاني هو اليو اس بي سي اللي هي الاتجاه الثاني هم، يعني يكون يو اس بي سي. طبعا هذا بنحتاجه للبلاي ستيشن 4 ما بي يو اس بي سي، بس ان شاء الله راح يكون بالبلاي ستيشن 5 يو اس بي سي، فراح نستخدم هذا الهارد بالبلاي ستيشن 4 برو وبالبلاي ستيشن العادي وبالبلاي ستيشن 5. فأنا اشتريته هسه حاليا على مود من ينزل بلاي ستيشن 5 اكون اني جاهز حتى بالكيبل وبالاس اس دي، لان بلاي ستيشن 5 حقيقه هو الجاي راح يكون اس اس دي، وذا ما اعتقد انه حيكون السعه كافيه مثل ما شفتوا بلاي ستيشن 4 برو عندي، يا دوب اخلي 5-6 لعبات وتنملي عندي الذاكره، فاحتاج الى اس اس دي. وهوايه حبايب نفس الحاله اللي مروا بيها، وطبعا ماكو خساره بهذا، ماكو خساره يا بوي، ما فيش خسارة، ماكو خسارة إذا تشتري هذا الصغير. ليش؟ لأن هذا فشي خرافي وسريع بنفس الوقت، مثل ما تعرفون السرعة 3 أضعاف أو 4 أضعاف، لأن سرعة الـ HDD من 50 إلى 150 أرجع عيدها، وهذا سرعته 540. فهو شوية غالي لأن تعرفون الميموريات الكهربائية هي غالية، لأن هذا الجيل الجديد، الجيل القديم هو تعرفون اللي HDD هو اللي يفتر، وراح أشوفكم بالفيديو وش قد الوقت يطول بين هاي اللعبة وهاي اللعبة وهاي اللعبة وهاي اللعبة. ومثل ما تشوفون هسه اجيت شلون الطريقه اللي هي راح اشوف عندي الستورج، عندي الميموري مثل ما تشوفون هسه، هذا الميموري مال بلاي ستيشن هو هسه بيسوي له كالكوليتر بيحسب، لان انا هسه فاصل الهارد ديسك هو الاس اس دي عن البلاي ستيشن. تقدر طبعا تفصله وترجعه اي وقت يعجبك، هذا في شيء انت يعني شلون تريد. شوف هسه انا ضفته، راح يقرا يشوف شنو الالعاب اللي تقدر طبعا تنقلها من نفس الوقت من الهارد للاس اس دي، ومن الاس اس دي ترجع للبلاي ستيشن. هذا في الشيء انت بعد كيفك، هسه راح اشوفك بالفيديو شلون تنقل
على اي لعبه انه تضغط اوبشن تروح عليها اوبشن موف تو ذا اكستند ستورج. هو يعرف يعني اول ما تخلي الاس اس دي بالبلاي ستيشن هو راح يسالك تريد تسوي فورمات، تقول له اوكي فورمات، راح يسوي فورمات اوتوماتيك وراح يقرا انه هو ميموري للبلاي ستيشن. مثل ما تشوفون هسه هنا هذا الاس اس دي اني الالعاب اللي حاطها بالاس اس دي هاي، واقدر بنفس الوقت انقلها من الاس اس دي ارجعها للبلاي ستيشن ميموري مال البلاي ستيشن. انت بكيفك تختار الالعاب اللي تريدها وتسوي الجدول اللي عجبك، يا العاب السريعه، واني افضل العاب الشوتر والالعاب الاونلاين يعني اللي على مود ترسبن، سريع بالنسبه لك كرسوم ومباني والاشخاص. فهاي هسه تشوفون واني سويت لكم تيست على بعض الالعاب، سويت لكم تيست تشوفون شلون طريقه الريسبون مال اللعبه.